ما بص مش متعصب ولا متحيز ولا حاجة أبدا. أنا متعصب حتى النخاع. فرعنا فرعنا. لا. عشاق. عشاق مش مسألة فرعنا. بشوف إن بلال فضل هو أهم كاتب. أنا ما أنتش أقول العرب عشان ما مش حد تانيين يعني. ليه بلال فضل؟ أنا ما أعرفوش على فكرة، عمري ما قابلته، بس بقرأ له. لأنه الوحيد اللي لا يزال عنده القدرة على الضحك والسخرية والكتابة اليومية المتدفقة وتحويل مفردات الواقع الهشة جدا. فالمقال اللي بقراها له بيتكلم عن انه مودي بنته للمدرسه عشان انفلونزا الخنازير. احنا دخلنا من الروايه للكتابه اليوميه دكتور، انت طلعتنا من مود لمود اخر. عشان يعني كتاب الخليج العربي من لبنان، هاي الاقلام النسائيه، او يعني ما في اسم؟ لا انا لا احكم على من يكتبون. الهدهد مقالة لأدونيس في جريدة الحياة، شو قصة الهدهد؟ احكي لنا. متحفظ معنا بالإجابة. لا 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 مش متحفظ، بس أنا مش عايز أخرج إلى يعني خليني أكلمك بصراحة أكثر في الحتة اللي فاتت. يعني إحنا كل الحديث ما كان بصراحة، كنا لا في الحتة اللي فاتت دي. يا دكتورة في مشكلة عندنا، انه بمجرد ما الكاتب يكتب يتحول دون ان يدري الى سلطة، وهذا قاتل للابداع. يعني انا اكتب رواية وانا اعمل في التراث وانا احقق مثلا، من حق الاخرين ان هم يحكموا على شغلي، القراء بيستقبلوه، بس انا مش من حقي احكم على الاخرين اللي بيعملوا في نفس المجال، لان بالقطع في انحياز. انا بشوف انه من افات وقعنا الثقافي ان بعد ما تمتد فتره زمنيه او تتحقق شهره ما لاحد الكتاب بتوع القصه القصيره فيسالوه عن القصه القصيره، في الشعر يسالوه عن الشعراء. طب ما هو ما ينفعش. بس دكتور انت في يعني غير انك كاتب انت قارئ ايضا، قارئ خاص. احنا قبل يعني بداية الحوار انت ذكرت نقطة، خلينا نرجع لها، يعني اذكرك بكلامك انك قلت القارئ مؤشر، القارئ ترجع له، يعني اخذ رأي قارئ مثلا. وفعلا هو لما يكون واحد مثلك يكتب هذا النص، انا كثير حابة يعني اعرف شو ذوقك، شو قراءاتك لمن تقرأ، من تحب من النصوص، لان انت ايضا يعني قارئ خاص. احب ارجع لك حتى ما اتعثر في طريق القراءه، وخصوصا اليوم من الغث والسمين يملا المكتبه ومعرض الكتب. صحيح، يعني في دخلاء كثير على الكتابه. صحيح، حتى تحميني. صحيح، صح. يبقى اقري، لازم تحب القارئ. اقري نصوص التراث العربي القديم وانت هتشوفي بهاء اللغه العربيه. اقري القران وانت تشوفي قوه النص. اقري الغربه الغربيه للسهروردي عشان تشوفي ازاي بيتم تضمين النص القرآني مع النص القصصي في الغربة الغربية وفي أصوات أجنحة جبرائيل. شوفي ابن سينا إزاي صار حي ابن يقظان. هو ده تراثنا، يعني كتب، رجعتنا لكتب التراث. هل ممكن تتوقع من النص القادم اللي راح يفوز بجائزة بوكر؟ لا، أنا لو في لجنة التحكيم كنت اشتركت في الحكم، بس أنا ما أعرفش. نرجع لقصة الهدهد. الهدهد كان من حوالي عدى 3 سنين، لأنه كان في 2006، فكنا قاعدين عندي في البيت يعني، فأدونيس خارجين كده على البلكونة فشاف هدهد في البتاع، قال لي إيه ده هدهد ده؟ إيه ده؟ أنا كنت فاكر إنه انقرض. ما انقرضش. قلت له يعني إيه انقرض؟ ده صاحبي، وبعدين إخواته هيجوا دلوقتي. بس قعد يضحك كده، وبعد تقريبا شهر او شيء كلمني من باريس، قال لي ابقى شوف جريده الحياه النهارده. فشفتها، فلقيته كاتب قصيده بعنوان الهدهد يعني، فبيقول فيها انه هدهد جار ليوسف زيدان، وبعدين بيحكي ان انا مستني بشاره تاتيني من الهدهد،
وان انا دايما احدق في السماء وهي مطوقة بملائكة من القطن وسؤالات كثير يعني. هل أدونيس من عائلتك الشعرية؟ لا، من عائلتي الثقافية، لانه هو تكوين تراثي. نعم. أدونيس بدأ وجوده بالثابت والمتحول. صحيح، صدمة الحداثة. والثابت والمتحول هو قراءة او محاولة ضبط لإيه اللي بيميز الثقافة العربية، اللي هو حزين طبعا عليها جدا في الفترة الأخيرة دي، ومصر إنها إلى زوال، وهي مش ممكن تزول لأنها حضارة بتكتب، ومفيش حضارة كتبت في تاريخ الإنسانية وزالت. نعم. كمهتم ومحقق أيضا في التصوف دكتور، كيف تنظر اليوم إلى جماعات التصوف في الغرب، وخصوصا كأتباع الطريقة المولوية مثلا في الغربين، وهم غير مسلمين اليوم، يعني يؤمنون بجلال الدين الرومي شاعرا وفيلسوفا وصاحب عقيدة وروحية، في حين أن عالمنا العربي ما ينظر إليهم بنفس السحر؟ لا، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ لا، جلال الدين الرومي هنا لوضع خاص. جلال الدين الرومي كتب المثنوي باللغة الفارسية، وكان عايش في قنية اللي هي منطقة الثقافة التركية. نعم. وبالتالي فهو ليس طبعا صوفي مهم، بس هو ليس عنوانا لكل التصوف. لا، ثم ان كل المولايا مسلمين بالقطع. طيب دكتور، لماذا لا يتكلم المثقفون العرب عن ابن عربي كثيرا، وهو الشيخ الاكبر بالسحر نفسه، يعني اللي يتكلمون به عن النفري مثلا، مع ان ابن عربي هو استاذ جلال الدين ابن الرومي، يعني شهير جدا في الغرب. هو أولا هو مش أستاذه قوي يعني، لا هم يقال إن هم التقوا، إنما النفري أدونيس وقع عليه على نحو ما، فطلع كده شوية عبارات زي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة وأوقفني في، فجنن المبدعين العرب بالكلام ده. وقفوا عندهم كثير يعني. هو مشكلة أدونيس ده، بيعمل حاجات كده في الثقافة العربية قاتلة، لأنه قائد كبير. ولكن النفري أنا لما بشوفه كمتخصص في التصوف بشوفه محدود بالقياس إلى عبد القادر الجيلاني. واشتغلت عليه. ومحي الدين ابن عربي طبعا متجاوز لغة حتى النفالي بمراحل هائلة هائلة، مفيش نسبة. نعم. وعبد الكريم الجيلي أيضا. فبالتالي يعني كان اولى ابن عربي بالاهتمام. طب ليه بقى ما اهتمش بالناس؟ اهتم بالباحثين طبعا. انما الناس لانه صعب. لانه صعب. دكتور، شو تقييمك لوقع الادب العربي اليوم الحديث وعلاقته بالتراث؟ بعد قليل نلتقي مع الدكتور يوسف زيدان.